الحرية والعدالة، يعني نعود برضو للحرية والعدالة، إلى أي حد يكون له مشاركة ما بهذا الشكل؟ أنا رأيي إن حزب الحرية والعدالة ده حزب مهم وموجود، ويجب إنه يدعى للمشاركة. لو هو رفض الدعوة للمشاركة هذا قراره. طب هل ستوافق أن يظل له علاقة بالجماعة أو زراعة سياسة الجماعة؟ لا، إحنا طول عمرنا مش موافقين على كده. إحنا طول عمرنا بنقول إن جماعة الإخوان المسلمين دي جماعة غير شرعية، لأنها لو جماعة دعوية يجب أن لا تعمل بالسياسة. والقانون في مصر واضح وصريح، مفيش جمعية أيا كانت تعمل بالسياسة. كل الجمعيات تشتغل حاجات خيرية، حاجات بيئية، يعني أيا كان هذا الموضوع. فجماعة الإخوان المسلمين كانت ترفض طول عمرها، من يوم ما اتحلت سنة 54 في أي فترة، أنها تقنن وضعها وتعتبر نفسها فوق الدولة وفوق القوانين وفوق كل حاجة. لما أثير في مجلس الشورى وكان جاي قانون الجمعيات، فكان موقفهم دوليا محرج شوية مع القانون اللي كان قانون سيء جدا، فهم دخلوا طلب للوزيرة اللي هي بتاعت الشؤون الاجتماعية، وتم الموافقة على أنهم جمعية مش لا لها علاقة بالسياسة في 24 ساعة. طبعا احنا عارفين الجمعيات بتاخد وقت قد ايه، ممكن تاخد شهور، ممكن تاخد سنين. يعني بكل الاحداث لا قبول بالحزب اذا كان مرتبطا بالجماعه، ولا قبول بالجماعه الا اذا كانت جمعيه دعويه فقط، ما لهاش اي علاقه بالسياسه. يعني انا يعني تقديري للموقف ان الاخوان المسلمين عليهم حاجه واضحه في المستقبل، ان هم يغيروا حزب الحريه والعداله، يعملوا حزب الاخوان المسلمين خلاص. هم اصلا ما فيش حزب حريه وعداله.